تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل. وإن صغير القوم إن كان عالما. جمعية خيرية لأفاق علم، جمعية ذاتية ارتعت أن تكرم الأساتذة القدامى اللي كانوا في علم الدولة من سابق الأجيال، رغم ما زال اليوم من هذا في مقاعد الدراسة. نتمنى لهم السداد والتوفيق بمناسبة عيد العلم. شكرا وألف شكر يا وليد بلادي.